حمل وزير الإنتاج الري وتطوير المعدات الزراعية السيد قمر السليك المزارعين من الآن فصاعداً مسؤولية دفع قيمة 4000 ريال لحراسة الفدان الواحد بدلاً عن 2000 ريال، وذلك بتخلي الحكومة عن دفع نصف المبلغ كما هو عليه في السابق. وستتم هذه العملية تحت إشراف حكام الأقاليم ومناديب الزراعة، جاء ذلك في البيان الصحفي الذي قدمه اليوم. عايزين نبلغ المواطنين والمواطنات وخاصة المنتجين في الزراعة بمناسبة اندلاع السنة الزراعية 2017-2018 بأن عملية الحراثة بالجرارات بالتراكتير تتم السنة لكن بالسعر الحقيقي، بمعنى آخر الدولة ما ممكن تمول العملية، وفي إذن يبقى الحراثة تتم الهكتار الواحد يحرثوه بمبلغ 4000 فرنك سيفا. بهذه الطريقة تتم تحت إشراف الجوفرنور هنا الريجيون والديليجي المفوض هنا المكلف بالزراعة في أي ريجيون، يرتكزوا على اللجنة المكلفة بالعملية الزراعة يعتمد عليها، ولكن إدارة العملية كلها وخاصة الإدارة المالية تتم تحت إشراف الجوفرنور هنا الريجيون. يعني حبسنا نعمل هالبلاغ المسموع والمرئي عشان الرسالة خطبنا بها وزير الإدارة قد يكون تأخرت، وطالما في طلب كثير بورد عندنا بالنسبة لطلب المواطنين حبسنا نكلمكم بها بطريقة شفوية عشان يكون في شرف علمكم.